السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. معاكم المهندس تامر ياسين. النهاردة الحلقة بعنوان: هل مشروع الأسماك فعلا مربح ولا لا؟ أنا هضرب لك مثال بسيط عشان خاطر تبقى أنت عارف الدنيا ماشية إزاي. حضرتك لو رحت رشيد، في فرع اسمه فرع رشيد، في ناس حاطة صناديق في المية. بتشوف الناس هناك بسيطة وإمكانياتها على قدها، وبعض الناس بتقول إن مجال الأسماك بسيط. فلك أن تتخيل إن واحد حاطط 10 صناديق قدام البيت بتاعه، ده بيطلع ربح حوالي 1,000,000 جنيه في السنة. أيوة، ما تستغربش، دي الحقيقة فعلا 1,000,000 جنيه في السنة. فده مش اختراعي ولا أنا اللي بربي، ده الناس اللي هناك شغالة كده، وبتجي لها ناس من محافظات مختلفة تشاركهم وتدفع لهم فلوس. عشان كده الصناديق دي موجودة هناك وعليها مشاكل، عشان خاطر الناس عايزة تربي وتكسب لأن ربحها عالي جدا. لكن الفرق ما بين المنظومات المختلفة هو إن أنا بربي كثافة سمكية عالية جدا في مساحة صغيرة، فبكل ما تكون المنظومة عالية فبربي بكميات كبيرة. كل انواع الاستزراع السمكي، كل التقنيات بتكسب، ولكن الفرق بين كل نوع والتاني كميه الربح اللي انت بتكسبها. المنظومات الخاصه بينا بتبقى الربح بتاعها اعلى شويه، لان انت قدرت تدخل في تربيه الاسماك في اماكن كان صعب ان انت تشتغل فيها. كان زمان لازم أن اجيب ارض لا تصلح للزراعه ولا شويه تراخيص هشتغل فيها، دلوقتي اقدر اشتغل في شقه، في بدروم، فوق سطوح، في اي مكان مفتوح او مقفول، لان المجال ده فعلا مربح جدا. فقبل ما تفكر ان انت تشتغل في المجال ده، حاول تسأل كده اي واحد، اسأله قول له ايه هو الذهب الابيض، روح لاي صياد قول له ايه هو الذهب الابيض، هي فعلا اسمه الذهب الابيض بيشتغلوا فيه. ولكن انت تخيل، انا مش عايز اذكر بعض الامثال هنا في اسكندريه للناس اللي بتشتغل في مجال صيد الاسماك، تربيه الاسماك، حصاد الزريعه، كميه العمارات اللي هم بانيينها من المجال ده. فربنا يصلح حالنا وحالكم ويرزقنا ويرزقكم بالخير ان شاء الله. كان معكم مهندس تامر، شكرا.